ازاي حكم واحد يجي الفرقه ثلاث مباريات حكم في مباريات القمه بيكسبوا بالظلم التحكيمي؟ بطولات نادي الزمالك بجد حكم فجره. ده انت حكم فاجر، الحكم ده لازم يتوقف. والاتحاد الافريقي مالوش نيه ان هو يوجه البطوله للنادي الاهلي. التحكيم اللي انا شايفه ده مبروك على الاهلي الدوري. ازاي حكم واحد يجي الفرقه ثلاث مباريات في اربع مباريات، في اخر اربع مباريات يجي لهم ثلاث مباريات؟ هل الكلام دوت ما يعملش ريبه؟ اما تكون بتظلم في مباريات القمه باشياء لا منطقيه، يعني غير يتصورها العقل، يعني حاجه لا يختلف عليها اي بشر. بيكسبوا بالظلم التحكيمي، ولكن تيجي تقول لهم يا جماعه انتوا كسبتوا بظلم تحكيمي في ماتش كذا، احنا الحكام معانا، احنا اتحاد الكره معانا، احنا نادي الدوله، احنا مش عارف ايه. هكلم يعني بما يرضي الله في النقطه دي بالذات. يعني هم الحكام يتلككوا ان النادي الاهلي يكسب. بطولات نادي الزمالك كلها مش عايز اقول بشرف وامانه ونزاهه خدها، عمرها ما كانت فيها مجاملات. هل ده معناه ان كتير من بطولات النادي الاهلي كان فيها مجاملات؟ مش باعترافي انا، لو انا ببقى انا بتكلم حسين ازاي؟ لو موجوده النهارده الحكم لو عمل حاجه ما ساعدش النادي الاهلي هتلاقي كابتن شوبير او اي القنوات اللي هي اللي تبع الشركه الراعيه بتهاجم الحكم، كله بيمسك الحكم يتبعه.